السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في دورة تطبيقات الماكس المعماري القائمة في مركز طريق الجرافيك التعليمي. إن شاء الله الدورة دي هيكون هدفها تخريج طالب معماري أو غير معماري يكون قادر على قراءة المساقط الأفقية للمشاريع وعمل الإخراج الملائم ليها. طبعا مستوى الدورة في النهاية هيخرج مستوى احترافي بإذن الله، لكن في البداية احنا هنتعامل مع المبتدئ سواء كان المبتدئ المعماري أو غير المعماري. المبتدئ هيتعلم معانا ازاي يقرأ المساقط الأفقية، يفهم علاقة المسقط الأفقي بالوجهات، يقدر يربط ما بين الاتنين علشان في الآخر يقدر يعمل موديلنج للكتلة اللي عنده، وبعدين نتعلم طبعا الإضاءة والخامات وإعدادات الريندر، بحيث إن احنا مع بعض خطوة خطوة إن شاء الله هنوصل للمرحلة دي في النهاية. زي ما احنا شايفين هنا الصورة دي، هي دي عبارة عن الإخراج الخارجي. أنا بيبقى عندي مساقط، بطلع الكتل بتاعتي، بديها الخامات، بديها الألوان، بدي environment مناسب، الشوارع، العربيات، بدي شوية حياة، بدي الشجر، بدي صورة متخيلة للمشروع بتاعي لما يتنفذ هيبقى شكله عامل ازاي. الاخراج الداخلي زي ما احنا شايفين اللي هو بيبقى المصمم الجرافيك بيبقى قادر ان هو يعمل الارضيات، الحوائط، الاسقف، الاضاءة، توزيعاتها، اشكالها، شكل تصور الديكور الداخلي. فده تاني نوع من انواع الاخراج المعماري اللي هو الاخراج الداخلي. لمدرسة تالتة ستايل الماكت، في نوع من انواع الاخراج المعماري بيديني احساس الماكت. يعني احنا لو شفنا الصورة دي هي 3 دي ماكس لكن معمولة بطريقة تدي ايحاء للمشاهد ان ده ماكت. هنيجي للمرحلة الرابعة وهي مرحلة الاضاءة. هنتعلم زي ما قلنا الاضاءة وهنحاكي الاضاءة الطبيعية، وهنحاكي ان شاء الله في الدورة دي اكتر من نوع اضاءة، توقيت اضاءة صباحي او مسائي ليلي. هنستخدم في الدورة هنا ان شاء الله موضوع دراستنا هو هيبقى الفريسون. خلينا كده نرجع للصورة اللي قبلها. بص الاول على الصورة دي معايا، شايفين الاضاءة، تونة الكتلة، الشكل العام بتاع المشروع او الفيلا، شايفين الفرق اللي ممكن يحققه لنا الفوتوشوب. للافضل او للاسوأ بالفوتوشوب احنا نقدر نعمل حاجات كتير جدا على الشغل بتاعنا. اول عنصر لازم يكون موجود معايا المسقط الافقي. المسقط الافقي ايه وظيفته؟ وظيفته انه عندي بيحدد لي الاجزاء البارزة. صحيح الواجهة مثلا بيبقى فيها اماكن انفتاحات، لكن هل الواجهة اقدر احدد منها جزء بارز؟ هل الواجهة اقدر احدد منها جزء مدور؟ العنصر التالت عندنا اللي هو القطاع. ادي اول نقطة كنت بتكلم عنها. مثلا في الواجهة لو رجعنا مفيش قبة، القبة اللي احنا شايفينها في القطاع مش باينة هنا في الواجهة لان الجزء ده من الواجهة مغطي على القبة. نيجي على القطاع هتلاقي ان القبة ورا تحت الجزء ده، فبالتالي وجود القطاع عندي هو عامل مهم. الكتلة بتاعتي دي عبارة عن حوائط، الحوائط دي جواها فتحات، فيها أقواس، ما هي دي كمان فتحة من ضمن الفتحات. يبقى أنا أساسي كتلتي حيطة جواها فتحة، جوه الفتحة في شبابيك في أبواب، علشان أدخل للكتلة بتاعتي في سلم. الجزء ده بنسميه البرابت. ده مش برابت لأن البرابت هو اللي فوق، هو نهاية سور السطح، نهاية الكتلة بتاعتي، هو ده خط السماء بتاعي، ده كده برابط. فدوت بيعبر عن البرابط. هو المشروع هيجيلي بالشكل ده، فابتدي ابص ايه الكلام ده، ايه الارقام دي والخطوط دي. الارقام دي هي بتمثل مستوى الارضية، بمعنى finish floor level، مستوى تشطيب الأرضية. يعني على وش التشطيب بيبتدي يديني منسوب من الصفر. لما باجي أنا أعمل الكتلة بتاعتي ببتدي أخد الصفر اللي هو بيبقى مستوى الأرضية قبل أول درجة. هل الباب ده بيفتح لبرة ولا بيفتح لجوه؟ أنا مثلا عايزة أعمل أنيميشن، فأنا داخلة من هنا وقفت عند الباب، فبحرك الباب فبفتح الباب. طيب انا مش مهندس معماري، اعرف ان الباب ده بيتفتح لبره ولا بيتفتح لجوه ازاي؟ من اتجاه
الأكرة، الربع دايرة ده هو بيمثل مسار الباب. الباب ماشي ازاي؟ اهو هو ماشي كده. سهم الشمال، سهم الشمال ده هو ممكن ما يكونش موجود في الرسومات، او ممكن الاقيه مثلا حاجة عاملة كده بزاوية مثلا. هنيجي للقايمة بتاعة layer 2، وهنبتدي بأول عنصر فيها اللي هو match layer. يعني انا مثلا عندي الخط ده، وقلت لا انا عايز الخط ده ياخد ايه نفس layer دي. الخط ده على wall، والخط ده على layer اسمها dime out اللي هي dimension out. فازاي اخلي الخط ده ياخد نفس layer دي؟ القايمة الثالثة اللي احنا هنشرحها، وهي قايمة drawings coordinates. ده هو شكلها، وده هو مكانها في الأوتوكاد. القايمة دي هي قايمة مساعدة ليا في عمليات الرسم، وبتسهل عليا حاجات كتير جدا. الدايناميك انبوت اللي هو ايه؟ انا لما باجي اكتب امر مثلا، افترض هكتب كلمة لاين، هو الطبيعي ان هو بيتكتب عندي هنا جوه قايمة الكومنت. لما بفعل عندي الدايناميك انبوت فاجي عايزة اكتب لاين، فاللاين بيتكتب عندي جنب الكروس بتاع الماوس، بيجي عندي خانة الاوامر بتبقى موجودة عندي في الشاشة جنب الماوس. فانا مثلا هقول لاين، هيتكتب عندي هنا، مش هيتكتب في قائمة الكومنت تحت. اختصارات الاوامر داخل الاوتوكاد، انا عندي هنا جهزت قائمتين، القائمتين تقريبا فيهم 24 امر، وال24 امر دول هما تقريبا هي كل الاوامر اللي احنا هنحتاجها داخل الاوتوكاد. ايه امر باوندري ده؟ انا لما اجي ادخل خطوطي جوه الماكس، بيفضل انها تبقى داخله بولي لاين او خطوط مغلقه، ما تبقاش خطوط كده سايبه النقط دي مش مقفوله. انا عايزه اخلي النقط دي مقفوله، بعمل امر اسمه بي او باوندري. بي او دوت بيقول لي ايه؟ انت عايز الاوبجكت ده يبقى ايه؟ يبقى ريجن ولا يبقى بولي لاين. ببتدي اختار النقط اللي انا عايزه ادخلها في الاستريتش بس. يعني انا لو جيت اخترت كده، فهو ياخد لي النقطه دي والنقطه دي والنقطه دي، هي النقط اللي دخلت جوه مربع الاستريتش بتاعي. اما بنيجي نشتغل على ملف الاوتوكاد، بيكون الملف عندنا بالشكل ده، بيجي لنا فيه بلانات، بيجي لنا فيه وجهات، بيجي لنا فيه قطاع ولاندسكيب. يبقى انا اول خطوة حددت العناصر، تاني خطوة عملت لاير للعناصر دي، تالت خطوة ابتدي اعمل البولي لاين بتاع العناصر بتاعتي. البولي لاين، هنقول بولي لاين كلوز. هنا يا جماعة خلوا بالكم ان الجزء ده راكب على الكتلة، مش هاخده مع الكتلة، ده هعمل له موديلنج لوحده. فانا عايزة اخد بس كتلة الفيلا الرئيسية من غير اي كتلة راكبة عليها. موديل للحوائط بالفتحة اللي فيها كاملة من الارض لحد الاخر، وبعد كده بروح عاملة الفتحات بتاعتي بحيث اني احط الجلسات، وبعد ما احط الجلسات اروح عاملة موديل للاعتاب. ومثلا احنا عندنا دلوقتي شباك دوت دائري، يبقى على طول بحط الجزء الدائري من الواجهة. نختار الخط اللي احنا عايزين نوصل له، ونعمل سيلكت على الخطوط التانية، وبعدين بي او، ونبتدي نعمل بيك لانترنال بوينت جوه السلالم. يبقى انا كده عملت ايه؟ يبقى انا كده خلصت السلالم بتاعتي. لو انا عندي الدور ده عامل كده، وجيت انا عملت موديلنج للدور الارضي وبعدين موديلنج للدور الاول، شايفين الفرق ده؟ هيعملي مشكله كبيره في الريندر، وهيخليه شكل الكتله مشوه. يبقى عشان اتاكد ان الكتله عندي طالعه مظبوطه بالظبط، لازم اتاكد ان الحوائط منطبقه بالظبط على بعض. لما ندخل الماكس ونيجي نعمل اكسترود للجلسه، ما اقعدش امسك بقى جلسه جلسه وارجع الاوتوكاد واقيس الجلسه بتاعتي دي كام، ارتفاعها كام، وبعدين ادخل الماكس
اروح راحة على الفتحة واعمل لها ديتاش من اللاير اللي هي عليها واجي اديها اكسترود لوحدها. طيب انا ايه الاسهل بالنسبة لي؟ انا كشخص الاسهل ليا اني انا من وانا في الاوتوكاد ابتدي احط الشبابيك دي او الفتحات دي على لايرز. اللايرز دي بتعبر عن ارتفاع جلسة الشباك. الحلق بتاعي اللي هو هيبقى ما بين الكتف وأول فريم الحشو بتاع الشباك، وهو الحلق بيمثل عندي الجزء ده، هو كل الجزئية دي أو كل المنطقة دي بتمثل الحلق. يبتدي بقى عندي بعد كده الحشوات الداخلية اللي هي دي كده الحشوات الداخلية اللي عندي اهي. فأنا عندي الثلاثة لايرز دول بالإضافة للحليات. خليها current وابتدي اقول هنا PO boundary. يبقى انا كده عندي الكورنيشة الاولانية اللي هي بتاعة كل البربت بتاعي، نخليها كده على جنب. نبتدي نشوف عندي في كورنيش ايه تاني عندي في الكتلة الاساسية. هنا عندي دي كورنيشة، ناخد من هنا point 2 اللي هو سمك الحيطة كده، هناخد دول كوبي، نقول بي او، يبقى دي الكورنيشة التانية عندي هنا.